السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نقابل الميتافيرس. تمام، فكرة الميتافيرس مش اختراع جديد ولا حاجة خاصة بالفيسبوك، بالعكس كان في موقع يعني يمكن من 15 سنة كده دخلته، كان اسمه سكند لايف، وكان حاجة خطيرة جدا. كنت بتدخل وتلاقي مجتمعات، كل المجتمعات اللي انت ممكن تتخيلها، يعني كان في أماكن نقدر نسميها ايوان او ليوان، كان ناس بتقعد تتناقش مثلا حاجات في العماره، حاجات في الاقتصاد، كان في ناس بتبني مدن مصريه قديمه، حاجات فرعونيه، ممكن الفرعونيه دي مصطلح صح ما فيهوش مشكله. فكنت فعلا بتعيش كان حياه اخرى. كان في ناس مثلا يختار شخصيه ليه، مثلا هو طيار، وطول ما هو مثلا شغال بيبيع مثلا بيتزا، وبالليل بيشغل طيار، وهكذا، يعني طيار افتراضي. يعني هو مش اختراع جديد. ففي موقع هوريه لكم دلوقتي، تمام، ده سبيتال. في ناس كتير عملت مدن بتخيلاتها، تمام، زي ما انت شايف. في مثلا السعودية عاملة حاجة خاصة بالسياحة، ممكن ندخل نجربها. في واحد اسمه خالد، تمام، انا بحاول ما ادخلش غير الحاجات اللي هي فيها اسم اسلامي او عربي عشان ما نخش نلاقي مشاكل. طيب خلينا نخش مثلا السعودية. وعلى فكرة في بعض المغنيين وكده عملوا الحفلة بتاعتهم، كسبوا منها ملايين، تمام، من خلال ان هو باع تذاكر على مواقع مشابهة لكده. فانت بتحضر ومش مجرد قاعد بتستمع، لا، ده انت بتقعد ترقص وتلعب والحاجات دي كلها، تمام. فالموضوع يعني خطير، ممكن تعمل مثلا محاضرة أو لقاء أو افتراضي، تقدر بسهولة تكون مدينة خاصة بيك. ممكن أي حاجة أنت تفكر أنت تعملها مش قادر تعملها على أرض الواقع، تقدر أن أنت تعمل حاجة في المدينة دي. طيب خلينا ندخل. طبعا بالذات بقى لو انت معاك النضاره بتاعت الفيرتشوال رياليتي دي، كانك موجود فعلا في المكان دوت، لدرجه لما تلبس النضاره دي وتخلعها وترجع للواقع الطبيعي، العقل ما بيستوعبهاش. شفت ناس يعني بتقع على الارض، وناس بتلاقي كده اتصدمت، ايه ده، هو ايه الاوضه اللي انا قاعد فيها دي. دي وزاره السياحه في السعوديه عامله لنفسها مكان هوت، تمام، ودول ناس حقيقيين، دول مش شخصيات مثبتين، لا، دول اشخاص حقيقيين، وانت بتشوف الوش اللي هم اختاروه في الافاتار، زي ما هم برضه هيشوفوا الوش بتاعي، تمام اهوت، وكل واحد فيهم موجود اهوت، وتقدر تقول لهم هلو هلو، وتقدر ان انت تتكلم معاهم، تمام، وتقدر تشغل الكاميرا وتشغل المايك وتتكلم معاهم صوت، تقدر ان انت تعمل رياكشن لحاجة معينة. تمام، وتقدر ان انت تتنقل اهوت. فاحنا كده بنجرب الميتافيرس استوديو رواد السياحة الناحية دي. بالاسم هوت استوديو رواد السياحة. يعني تحية للناس اللي عاملة الشغل دوت. نتمنى في كل البلاد العربية تبدأ تهتم بفكرة الميتافيرس. طبعا نتمنى ان انا الاقي اسكندرية قديما، والقاهرة الخديوية، القاهرة الملك تبع المماليك، محمد علي، ونبدأ نحن نمشي. تقريبا انا الشخص دوت، او انا الشخص ده، لان انا بتحكم فيه هوت. سيبوا بقى من الالعاب اللي فيها عنف وضرب وبتاع، لا، ممكن تلاقي حاجات تعليمية مفيدة، تمام هوت.
دي تجربة الميتافيرس. وممكن من هنا تتنقل لأماكن تانية. قولوا لي رأيكم في التعليق.